السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. متابعي قناة كاميرا العيادي، معكم في هذا الفيديو هذا لرصد آخر إحصائيات كوفيد 19 للمملكة المغربية ليومه 19 يونيو 2020 إلى حدود الساعة 6 مساء. الحالات المؤكدة منذ ظهور الوباء 9613 حالة، أي بزيادة 539 حالة في 24 ساعة الماضية. الحالات المستبعدة 496023 حالة، أي بزيادة 16150 حالة في 24 ساعة الماضية. المتعافون 8117 حالة، أي بزيادة 76 حالة في 24 ساعة الماضية. الوفيات الحمد لله مستقرة في 213 حالة، لم تسجل أي حالة وفاة في 24 ساعة الماضية. الحالات اللي تتلقى لعلاج 1283 حالة، أي بزيادة 463 حالة في 24 ساعة الماضية. بالنسبة لتوزيع حالات اليوم حسب الجهات ديال المملكة، جهة الرباط سلا القنيطرة المجموعة الحالات اللي فيها منذ ظهور الوباء 1373 حالة، أي بزيادة 457 حالة في 24 ساعة الماضية. جهة مراكش أسفي المجموعة الحالات اللي فيها منذ ظهور الوباء 1686 حالة، أي بزيادة 29 حالة في 24 ساعة الماضية. جهة طنجة تطوان الحسيمة لمجموعة الحالات اللي فيها منذ ظهور الوباء 1433 حالة، أي بزيادة 27 حالة في 24 ساعة الماضية. جهة الدار البيضاء سطات لمجموعة الحالات اللي فيها منذ ظهور الوباء 2977 حالة، أي بزيادة 13 حالة في 24 ساعة الماضية. جهة فاس مكناس لمجموعة الحالات اللي فيها منذ ظهور الوباء 1077 حالة، أي بزيادة 13 حالة في 24 ساعة الماضية. باقي الجهات الحمد لله لم تسجل أي حالة في 24 ساعة الماضية. الله يشفي الجميع.